هي مسابقة طلابية مفتوحة للطلاب الجامعيين من طلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من مختلف أنحاء العالم، حيث تتنافس الفرق في المسابقة على إنشاء مشاريع أو مؤسسات اجتماعية جديدة تهدف إلى معالجة إحدى التحديات الاجتماعية العصيبة أو المزمنة، ويتلقى الفريق الفائز جائزة يبلغ مقدارها مليون دولار أمريكي. كرأس مال أساسي لإطلاق شركتهم وتوسيع نطاق المشروع. الهدف من هذه الجائزة هو إطلاق مؤسسة اجتماعية جديدة يمكن أن تحدث تغييرًا جذريًا في العالم، وتولد الجيل القادم من رواد الأعمال الاجتماعية. يجب أن يتكون كل فريق من طلاب جامعيين حاليين على ألا يقل الفريق الواحد عن ثلاثة أفراد وبحد أقصى خمسة أفراد يجب على أعضاء كل فريق أن ينتموا إلى نفس الجامعة الفرق الفائزة في النهائيات الإقليمية تؤمن لنفسها مكانا في المستوى الدولي للجائزة بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك عن طريق منظمة جائزة هالت ومبادرة كرانتون العالمية لا يشترط وجود فكره للتسجيل في المسابقه حيث ان الهدف من المسابقه ليس البحث عن افكار موجوده بالفعل بل تشجيع الطلاب على بناء افكار جديده اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام وزي ما شوفنا هولد برايس يمكن مسابقه لاول مره تعمل في جامعه حكوميه في جامعه القاهره جامعتنا اللي نفتخر بنفتخر بيها نعدي كان حس بفخر حاجه جميله جدا آه المسابقه دي يمكن جوائزها توصل لمليون دولار كلام كتير هي معموله ليه ومنشوقه ليه اصلا قصص كتير جدا نتكلم فيها مع ضيوفنا الكرام شباب زي الورد خلونا بس نرحب بيهم الاول استاذ احمد زعتر قائد فريق جائزه هولد برايس في جامعه القاهره اهلا بيك منورني وطبعا ايه صالح عضو الفريق اهلا بيكي نبتدي منين الحكايه نبتدي منين زي ما حضرتك عايزين نفهم بقى قصه آه. هولت برايس ايه هي الجائزه دي ماشي هي هولت برايس دي ابتدت من 2009 الفكره جت ان هو عايزين نستغل طاقات الشباب ان هو الطلبه دي عندها افكار ان هي تحل اكبر مشاكل موجوده في العالم دلوقتي ف <applause> في العالم في العالم <applause> مش في المجتمع <applause> لا بت... ده انت كده يعني وسعت بت... الدنيا خالص اه تبقى تبقى بتاثر على الكره الارضيه بشكل عام فابتدى ابتدى الموضوع بان هو احنا بنحل مثلا مشاكل التغذيه، مشاكل الرعايه الصحيه، مشاكل المواصلات، مشاكل الزحمه، هي مشاكل بتاثر على الارض بشكل عام. تمام لغايه لما وصلنا لغايه السنه دي هي مشكله اللاجئين اللي هي برضو من وجهه أيوه. نظر بيل كلينتون ان دي اكبر تحدي للمشكله التاريخ معلش علاقه بيل كلينتون بالموضوع عشان هي آه. امريكا تمام. آه. آه. لا مش كده هو ال هو الموضوع الفكره هي شراكه ما بين هولت انترناشونال بزنس سكول هي جامعه موجوده في في ست مدن في العالم اوكي وبيلت ل... بيلت... بيل كلينتون انيشيتيف تمام هما الاثنين عاملين الجائزه دي مع بعض تمام تمام فالشراكه ما بينهم دول ان هم حددوا ان هو كل سنه حد هيكسب المسابقه دي فرقه من من جامعه مقدمه من من العالم كله بقى في حوالي اكتر من ألف فريق بيقدموا من العالم ففي فريق واحد بيكسب الجائزه اللي هي المليون دولار دول عشان ينفذ فيها بقى فكرته وينفذ مشروعه ده ويحل م. المشكله اللي هي مين بيختار المشكله نفسها او الموضوع نفسه كلينتون ان هو اللي هو اللي بيأنونس بي آه. المشكله ان هو بيقول احنا عايزين نشتغل السنه دي على اللاجئين فمؤسسه فولت برايس بقى والسي بتاعها احمد اشكر بيشتغلوا على دراسه حاله للموضوع ده بيعملوا ريسيرش بقى الكافي اللي هو مثلا في كام لاجئ في العالم من الدول الحاضنه اللاجئين والمشاكل دي كلها بتتحط في كيس ستادي بحيث ان الطلبه لما يجوا بقى يدرسوا الموضوع ده مش محتاجين ان هم يعملوا ريسيرش من الاول لا انت عندك الكيس ستادي عندك تبتلي من هنا بقى تشتغل عليها بالظبط تمام طب ايه الموضوع مش سهل كده الموضوع كده احنا بنتكلم على الكره الارضيه ما بنتكلمش اصلا في مجتمع او في بلد او في دوله الموضوع كبير عملتوا ايه في في الموضوع ده يعني ابتديتوا تمشوا ازاي وتظبطوا فريقكم ازاي طيب هو الموضوع من الاول بعد ما اتعلن عن المسابقه وكده بنبتدي نقدم كمنظمين في الاول خالص بنقدم م -م. في المسابقه ان احنا عايزين ننظم المسابقه دى في الجامعه عندنا ليه؟ علشان لو احنا مش بننظمها في الجامعه عندنا فمش هنكون ضامنين انه هيطلع فريق من الجامعه كسبان تمام بس فاحنا عايزين لأ احنا عايزين فريق من جامعه القاهره يسافر يعني عايزين حد من م -م. عندنا يطلع م -م. فحاولنا ان احنا ندخلها جامعه القاهره وحصل الحمد لله تمام. ودخلت الجامعه علشان اللى مش بيدخل الجامعه بيكون المنافسه على مستوى العالم دايركت يعني بيبقى التيمز كلها على مستوى العالم بتنافس مع بعض تمام. لكن احنا بننافس على مستوى الجامعه وبنتاهل على طول طب احنا مم. في اي مرحله دلوقتي يعني وصلنا لفين مرحله الجامعه يعني احنا دلوقتي المفروض الفاينل بتاع الجامعه يوم السبت آه. الجاي ان شاء الله المفروض آه ان احنا دلوقتي في تيمز قدمت من جامعه القاهره الفاينل بتاع بس. الجامعه اللي هو ايه بتصفوا التيمز عشان طيب. توصلوا للتيم معين هو اللي هيمثل جامعه القاهره صح جدا. على حسب ما انا فاهم اه أو يعني أوكي. هي المسابقه ماشيه باربع مراحل اول مرحله اللي بيقدموا من خلال الجامعات آه، تاني مرحله اللي بيسافروا الريجيونال فاينلز ثالث مرحله اكسليريتنج بروجرام ورابع مرحله ديل فاينالز فاول مرحله اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي من الجامعات بيطلع فريق واحد كسبان الفريق ده بيروح الريجيونال فريق اصلا حاليا آه، على مستوى ولا؟ العالم ولا لا على مستوى جامعة القاهره مثلاً. جامعة القاهره اه كتير كتير <applause> طب انت نقيت فريقك ازاي يعني بتنقي على اي اساس الاعضاء بتوعك؟ هو احنا مش فريق مشارك احنا الفريق المنظم يعني احنا آه. الفرق بتقدم لنا احنا احنا المفروض اه إحنا اوكي إحنا يعني انتوا اللي بتاخدوا الفرق بينقوا يعني فريقهم ازاي؟ يعني بيتعاملوا ازاي مع بعض عشان يوصلوا لل تمام هو بيبقى... بتاعتكم اللي انتم بيبقى حاجه من اتنين يا يعني اما هم نفسهم بيبقوا اصحاب او هم عندهم فكره مشروع اصلا من البدايه من قبل ما يعرفوا التبرايز او كده او هم من اول ما شافوا المشكله فهم بيحبوا يشتغلوا مع بعض فهم فريق كده كده مع بعضه يا اما حاجه احنا زودناها السنه دي ان انت حتى لو انت فرد لوحدك ممكن تقدم م. وبنعمل زي نتوركينج سيشن كده الناس كلها اللي مقدمه لوحدها دي تتعرف على بعض ويكونوا فريق فسواء انت عندك فكره او حتى ما عندكش فكره انت مجرد عندك الشغف ان انت عايز تحل مشكله دلوقتي بتواجه الارض يعني بتقدم بشغفك ده بس ده شغفك كفايه يعني م. وبتلاقي ناس عندها افكار وبتشتغل معاهم على عرض الفكره دي وبتشتغل معاهم على البرزنتيشن قويه يعني الفكره بتاعتك طب اهم صح. الافكار اللي جات لكم شفتوا شفتوا في حلول فعلا يعني انت شا... انا عارف ان احنا يعني أه شبابنا عباقره وعندهم أه افكار كتير جدا وعكس المتوقع يعني ان هو خارج يعني داخل الصندوق وخارج الصندوق أيوة الكلام اللي احنا بنقعد <applause> يعني الصندوق ده عايزين نفجره بقى ونخلص منه ونجيب أيوة افكار <applause> جديده مبتكره اللي احنا محتاجينها فعلا وده بينعكس على بلدنا في الاخر ما حضرتك لما تيجي تاخد إيه. لي جائزه زي دي يعني بيبين امكانيات شبابنا بالظبط افكار ايه بقى يعني عشان يساعدوا اللاجئين او كده تمام خليني بس اخد ستيب باك كده نتكلم في ان جامعه القاهره اصلا يعني جامعه القاهره ان هو يطلع منها ناس عندها افكار وكده دي ما حصلتش في, في الست سنين اللي فاتوا م. الناس كلها اللي كانت بتقدم من من مصر عشان ينظموا المسابقه دي كان كلهم من جامعات خاصه ما حدش فكر قبل كده خالص من جامعات حكوميه انا كنت شايف ان هو لا جامعه القاهره والجامعات الحكوميه عموما ومصر اصلا عندها الناس اللي ممكن تتاهل وتاخد الجائزه دي يعني عندنا احنا افكار كويسه جدا ايه اللي خلاك تشوف كده من من واقع احتكاكي بقى بالعمل التطوعي ده م. ان هو ان احنا احنا دايما انا وايه حتى ان احنا على طول خلفيتنا من العمل التطوعي وعلى طول من الانشطه الطلابيه وكده بقى لنا اربع سنين دلوقتي في الموضوع ده م. فاحنا بنشوف الافكار يعني احنا لا عندنا طاقات اكتر بكتير من من اي حد حتى في العالم يعني حتى الانشطه الطلابيه اللي موجوده في في امريكا موجوده في في لندن موجوده في الحتت دي احنا بن بنشوف دورهم بيبقى عامل ازاي لا احنا دورنا بيبقى مؤثر اكتر منهم بكتير م. فمن هنا لا احنا ممكن يبقى لينا تمثيل وهيبقى تمثيل كويس جدا كمان. نيجي بقى لفكره المسابقه نفسها آه. يعني بايمانك بايمانك بينا كمصريين آه. وكجامعه القاهره هو عشان اه عشان انا بقى جدا عشان بكلام يعني هو ده الفكره ان آه. احنا انا شغال معاهم فعشان كده انا عارف انا عارف الناس دي ايه طاقتها. تاني حاجه بقى هي فكره المسابقه نفسها فكره المسابقه نفسها ممكن تبان جديده او غريبه او بتاع اللي هي رياده الاعمال المجتمعيه دي حاجه احنا عندنا في مصر مش فاميليار بيها قوي يعني مش م. مش ناس كتير عارفين المصطلح ده اصلا الناس عندها يا اما رياده اعمال يا اما انا بعمل مشروع وابقى انا انتربرينور ان انا صحيح. بعمل مشروع هادف للربح وباخد انا الفلوس يا اما بعمل انيشيتيف حاجه للخير او حاجه خيريه او حاجه غير هادفه للربح فكره ان انت بقى بتعمل الاثنين مع بعض ان هو حاجه تبقى هادفه للربح وفي نفس الوقت تخدم المجتمع ده الوعي بقى اللي احنا عايزين نأسسه دلوقتي إن هو م. لا يا جماعه انت ممكن تعمل الاثنين عادي جدا انت ممكن تبقى بتفيد اللاجئين وفي نفس الوقت انت بتاخد ربح، ممكن تبقى بتحل ازمه الرعايه الصحيه في العالم وفي نفس الوقت انت ربح. م. ابسط مثال مثلا ممكن يبقى موجود عندنا ده يمكن اكثر مثال منتشر لرياده الاعمال المجتمعيه المدارس الخاصه مثلا يعني. صحيح المدارس الخاصه دي انت بتاخد ربح وفي نفس الوقت انت بتحل ازمه التعليم ف... أه. انت بتشوف رياده العمل المجتمعيه قدامك في كذا مكان وبتاع بس انت ما عندكش الثقافه ان انت ممكن تعمل الموضوع ده بايديك م. فالحمد لله تدينا الاسانيد زي ما هي بتقول الحمد لله قدم فرق كتير يعني احنا دلوقتي رقم خمسه على العالم في في عدد الفرق اللي مقدمه من الجامعه خمسه على العالم وده رقم كويس من, من 198 جامعه م. احنا رقم خمسه اه يعني, يعني الحمد لله فاحنا مقدم من جامعه القاهره اكتر من 100 فريق يعني بالظبط 108 فريق لغايه قبل ما ادخل اه آه المفروض ان هم ممكن الناس تقدم برضه الناس اللي شايفينها حابب حابب يقدم ممكن يجي لكم اه, آه بالظبط طب انتوا متواجدين في انتوا انتوا كليه هندسه صح؟ أو. احنا كليه هندسه بس هي مسابقه بس متواجدين يعني المسابقه اللي عايز يشترك فيها يشترك ازاي او يجي لكم ازاي او يعمل ايه؟ الويب سايت هولت برايز ات دوت كوم سلاش كايرو ده الويب سايت اللي عليه ال الابلكيشن يعني تمام شروط التقديم اه بالظبط شروط التقديم ان انت تبقى طالب في اي مرحله من الجامعه سواء طالب او اي كليه بالظبط اندر جراديويت يا اما بتحضر ماجستير بتحضر دكتوراه بتحضر <سؤال> دراسات عليا <سؤال> <فريق>، اي حاجه <سؤال> اي نوع من الطلاب تمام او حتى لو متخرج ففي كل فريق مسموح له بواحد بس يبقى متخرج في الفريق يعني يبقى واحد متخرج ومعاه التيم ال بتاعه وماكسيمم التيم ال بيبقى اربع افراد هو المفروض الفريق بيبقى من ثلاث لاربع افراد <applause> بس دي كل ال... دي كل سهله ال... مش صعبه يعني دي دي سهله دي جدا دي وحتى دي عرض دي الفكره انت مش بتعرض مشروع انت بتعرض فكره بس يعني انت كل اللي انت بتعمله مش بتقدم لنا اوراق مستندات بقى دراسة جدوى الحاجات دي كلها لا انت بتقدم بس برزنتيشن الفكره بتاعتك في 10 دقايق بس كده قدام حكام والحكام بيختاروا بقى من ال100 فريق دول الفريق اللي هيسافر والحكام دول التقارير. من عندكم يعني من جامعه القاهره برضو ولا من بره؟ يعني من, من الاعداد يعني في في دكاتره من جامعه القاهره وفي ناس بقى عندهم خلفيه عن رياده الاعمال رياده الاعمال المجتمعيه عن التص عن التسويق مثلا عندهم خلفيه عن يعني من مصر يعني اه يعني آه. انا قصدي مش من ال من البرايس نفسها يعني مش من, ال من التيم بتاع البرايس نفسه لا لا, لا. في آه. آه. فاينلز بقى هيبقى من ال ده الفاينلز ال نفسها آه. طيب ايه يعني موضوع اللاجئين مش سهل يعني موضوع تقيل خصوصا ان احنا الحمد لله ربنا كرمنا ما مع... عندناش يعني تجارب مع الحياه وان شاء الله ما يبقاش عندنا تجارب خالص لكن احنا بيجي لنا لاجئين آه. عندنا يعني لاجئين كتير لنا وبنستضيفهم لان احنا مصر كبيره و... يعني مش محتاجه اتكلم عنها آه. يعني فالموضوع مش سهل ده ايه الافكار اللي تتخيلي ممكن او الدنيا ماشيه ازاي مع الشباب واصلين لحد فين في افكار مبشره انها تقدر تنافس وتعمل تحل مثلا آه طيب هو الناس ال... يعني الناس اللي قدمت المفروض آه ان اللي بيحكم على افكارهم دي الجادجز مش احنا بس يعني من واقع يعني. من واقع احتكاكنا عايزين الكواليس دي من واقع احتكاكنا بيهم يعني فلا الناس في اه في افكار كويسه ويعني يعني لا الناس دماغها كويسه والله يعني الحمد لله <applause> انا عارف الموضوع صعب اصل الموضوع يعني لو بنتكلم في صحه ممكن نلاقي حلول نتكلم في تعليم نقعد نتكلم تقول لي مدارس خاصه اقول لك التعليم بقى بيزنس ولا رساله ونقعد نتناقش ونحاول نقول ان هو رساله زائد البيزنس يعني كمستثمر لازم احط فلوس صح. واخد فلوس لكن مم. نفس الوقت ما انساش الرساله بتاعتي الساميه اللي هي التعليم والمدرس مم. والمعلم مم. يعني دلوقتي احنا زمان كنا بنخاف من المدرس نجري الناحيه الثانيه ونحترمه يعني يعني احتراما ليه دلوقتي بنقعد قدام ممكن حد حاطط رجل على رجله المدرس معدي فمش دي مش دي لكن الموضوع صعب الموضوع اللاجئين علينا احنا كمصريين اعتقد صعب طب المسابقه دي مفروض بتتعمل امتى يعني امتى الفاينلز هتتعمل وفين؟ المفروض التصفيات الاقليميه آه. النهائيات الاقليميه بتبقى يوم 3 و4 مارس دي ان شاء الله يعني تمام دي ده اللي هي كانت بتتكلم فيه ان هو اللي بيتاهل من جامعه القاهره بيروح على الفاينلز دي على طول فين بقى؟ لا بتبقى في في دوله في يعني في مدينه بقى. من الخمسه اللي آه. موجود فيهم هولت انترناشونال بزنس سكول تمام بيتم اختيارها لندن قبلها يعني إيه انت اللي بتختار يعني الفريق اللي آه. كسب هو اللي بيختار ينافس فين ودي ميزه كمان يعني ان هو انت <applause> بتختار كمان تنافس فين ف لندن واحد واحده واحدة كده اه الفريق اللي كسب من جامعة من جامعه القاهره جامعه القاهره انا عايز اطلع مثلا في امريكا مثلا اه بختار امريكا اقول لهم انا هطلع امريكا والفاينلز هناك اه, هناك اه هي خمس مدن بيتعمل فيها النهايات الاقليميه دي سان فرانسيسكو بوسطن دول في امريكا اه لندن اه المملكه المتحده ودبي في الامارات وشنغهاي طبعا كله هيطلع على دبي خمسه لا كله بيطلع على لندن يعني هو في السنين اللي فاتت لا كان كله بيطلع على لندن عشان ارخص تذكره طيران مش عشان اه لا دي قصه ثانيه يعني بقى ارخص تذكره طيران فكله كله بيروح لندن يعني بس في ناس بتروح سان فرانسيسكو في ناس بتروح بوسطن في ناس بتروح دبي في ناس بتروح شنغهاي يعني براحتك شوف اللي انت عايزه يعني بس بعد بعد المرحله دي بعد 3 و 4 مارس دي ان شاء الله الفريق بتاع جامعه القاهره يكسب في النهائيات دي إن شاء الله. بيرجع يكمل بقى الترم بتاعه وياخد الامتحانات بقى بتاعته وكده وبعد كده بيبقى فيه زي برنامج تدريبي كده لمده شهرين م. شهر سبعه وثمانيه كلهم بتقعد فيه في بوسطن ده بتقعد في كامبريدج بتاخد تدريب زي ما قلنا انت بتقدم بفكره بس انت بتاخد بقى ازاي تحول فكرتك دي بقى لمشروع على ارض الواقع يعني هم بياخدوا مني فكرتي آه. وبعد كده يحولوها لي على ارض الواقع مش هما اللي بيحولوها هم. بيعلموك الحاجات اللي, اللي, اللي اقدر اشتغل بيها بالظبط يعني انا بيعلموك بقى تسويق مم. بيعلموك مبيعات بيعلموك تيم بيلدنج بيعلموك برزنتيشن بيعلموك فاليو بروبوزيشن بتتعلم في الشهرين دول هم ثمان اسابيع بثمان مواضيع مختلفه بتاخدهم كل اسبوع وبتطبق عليهم وكده بعد ما خلاص بقى كونت فكرتك بقى بتكمل ورقك والحاجات دي كلها في شهر ما شهر سبتمبر بيبقى النهائيات بقى خلاص قدام صحيح. بقى بيل كلينتون بقى قدام محمد يونس اللي هو مؤسس بنك الفقراء وواخد جايزه نوبل 2006 ده من احد الحكام برضه طب. ده بيبقى النهائيات بقى في نيويورك بيبقى م. في نيويورك بقى بيبقى ست فرق المفروض متاهلين بقى للنهائيات دي فالست فرق دول بيعرضوا فكرتهم قدام الدنيا بقى كلها وبياخد بقى المليون دولار وهو ماشي يعني تمام. اخر حتى فريق كسب كان اسمه ماجيك بوس دول دول خدوا المليون دولار ورجعوا دلوقتي بينفذوا فكرتهم دلوقتي في كينيا انت قلت من 2009 تقريبا صح؟ من 2009 الفكره ابتدت في 2010 واتنفذت 2010 بقالنا يمكن ست ست سنين ست, آه ست سنين آه. مين اكتر الدول او اكتر الجامعات اللي كسبت لغايه دلوقتي؟ لا كل كل سنه بيبقى جامعه مختلفه يعني كمين. هو عشان الجائزه ما بقالهاش كتير جدا مم. وزي ما قلت لحضرتك ان هو اكتر من 100 جامعه بيقدموا كل سنه يمكن السنه دي اكبر عدد من الجامعات مقدم 198 جامعه فرقم كبير جدا ففكره ان هو في جامعه بتقدم على طول وبتكسب فلا ده ما بيحصلش مم. بس آه يعني بيبقى فيه تنوع كويس يعني بيبقى دايما في فكره غريبه كده مختلفه يعني ف2013 مثلا كان في انا فكرة عايز اعرف الافكار القديمه اللي اتعملت في سنين 35 كانت دول كانوا ايه انا فاكر الفكره احنا مش سؤال وسؤال احنا بندردش مع بعض يعني ممكن تشتركي معانا دي جدا يعني, <applause> يعني طيب الفكره ان هو ما كان ما كان في في 2013 مثلا كانت مشكله الغذاء كان الفكره بتاعتهم ان احنا نتجه للحشرات ان هو احنا تمام موضوع الحشرات ده رخيص جدا وهي مغذيه جدا ولا وفي 2 مليار بني ادم بياكلوها فهي طعمها كويس ولا توقف انت قلت حشرات انا قلت مثلا مكافحه الحشرات في الزراعيه لا 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 احنا بنتكلم في اكل الحشرات اه صعب ما علينا صعب بالنسبه لنا احنا الناس مش متعوده بس الفكره ان هو لا واحد مش لاقي ياكل مثلا او حد مثلا مش لاقي ياكل فلا احنا ماشي ما انت ممكن تاكل حشرات الفكره ما كانتش في الحشرات الفكره ان الحشرات اصلا مش متوفره كمان فهي فكرته مش احنا عندنا ما شاء الله علي لا, لا انا مشكلتي لا اه يعني كانت كان <applause> كان حل المشكله ان هو لا احنا بدل ما الحشرات متوفره ثلاث شهور بس لا احنا هنوفرها طول السنه تمام فدي كانت فكره فكره تانية كان بتاعت رعاية صحية كانت بتاعه الرعايه الصحيه كانت لبانه لبانه انت لما بت بت بتعمل رعايه صحيه للسنان فانت مش محتاج تزور دكتور السنان آه. كتير فانت بتوفر في الفيزيتا دي السنه اللي فاتت دي فاكر بتاعت السنه اللي فاتت كان اه كان ماجيك بوس دول اللي كسبوا كانوا عاملين موبايل ابلكيشن يعني هم كانت المشكله السنه اللي فاتت Urban كراود بليسز اللي هي الزحمه تمام فعشان يحلوا مشكله الزحمه عملوا دراسه على مكان معين والمكان ده عملوا موبايل ابلكيشن للباص الباص ده بيطلب زيه زي وزي يعني زي شركات موجوده اوريدي في مصر والفكره مم. دي, دي اصلا اسامي بس اهم حاجه <applause> تمام كده الفل <كتنفول تصفيق> بس هو اتوبيسات آه بقى مش اه مش حاجات بالظبط والفكره دي موجوده اصلا في مصر مم. كان في فكره تانية عن مكان خياطه كانوا مم. كمان بيوفروا فرص عمل فكان في ناس بتعمل يعني عملوا برضو موبايل ابلكيشن بيقول كان المكان ده مشهور قوي بالخياطه وكده فالمكان يعني اللي بيخيط بيقول انه انا انا شخص بشتغل في ده فالمكان اللي فاضي او الشخص اللي فاضي بي بيبان على الموبايل ابلكيشن ده انه ده فلان اللي فاضي فالشخص دايركت بيروح للي فاضي مش بيبدا ي... آه. بدل ما يقعد يقف في طبيعه آه يعني هي افكار بسيطه جدا مم. بس آه يعني الابتكار الابتكار الفكرة الجديد آه. الحاجات الجميله دي طب انا ما ينفعش يكون معايا اتنين يعني فيهم هذه الحماسه والطاقه مم. الايجابيه وما اسالكوش شويه حاجات خارج بقى ايه الأسئلة بتاعتنا دي معلش هنخرج شوية يلا نخرج <applause> أنت كشاب شايف بلدك عاملة إزاي ودورك تعمل إيه الفترة اللي جاية في تنمية بلدك وبناء اقتصادها شايف ان انا دوري يعني اقل من كده بكتير يعني انا دلوقتي انا ك... كاحمد زعتر يعني انا شايف دوري لا مش مش بافكت في ال... في البلد بشكل مباشر انا كل اللي انا اقدر اعمله ان انا افكت في, ال... في الناس اللي عايشه في البلد دي بس فانا دلوقتي كل اللي احنا شايفينه انجاز عليه. على فكره بالظبط يعني يا رب يبقى انجاز يعني بس هو دلوقتي كل اللي احنا شغالين عليه ان هو بنشتغل في انشطه طلابيه وانشطه تطوعيه عشان ننمي الطالب ده م. هو بقى يطلع بقى عايز يفيد بلده وعايز يسافر عايز يعمل عايز يقعد في البيت هو هو حر بس, بس أنا انت بتعمل عليك. انا بستثمر في الانسان م. بس انا ماليش دعوه هو هيعمل ايه بعد كده بالعلم ده بس انا المهم ان العلم ما يقفش عندنا العلم لا هاخده من عندي هديه لشخص تاني، شخص تاني ده ينقله بقى ل 10 ينقله ل 100 يقعد بيه مش مشكله بس فكره ان هو ان انا يبقى همي الأكبر ان هو انا هنمي البلد ازاي هعمل ايه؟ يعني كده شايل نفسي مسؤوليه انا مش قدها اصلا. م. ففكرة ان انا لا لما افكر على قد كده اللي هو لا انا بنمي افراد والأفراد دي بعد كده هي ال... بعد كده هي اللي هتبقى بقى في مناصب قياده وهي في كده يعني. يعني انت كده اشتغلت على التنميه بطريقه سهله وسلسه يعني شايف ان هي, هي دي الطريقة اللي, اللي, اللي على قدنا يعني صحيح. هي دي اللي على قدنا. صحيح. نفس السؤال و هسألك سؤال تاني كده في ناس تقولك انا خلاص انا يعني اللي هعدل المايلة <applause> هي جت عليا <applause> لو ده قالت لي كتير على فكره ما هو لو رد كل واحد لي. قال كده لا اصل لو كل واحد قال انا اللي هعدل المايلة فهي كده مش هتتعدل خالص م. فلا هو يعني زي ما زعتر قال كده احنا كل واحد فينا بي بيشتغل على الحاجه اللي هو قادر يشتغل عليها مش مش دوري ان انا اشوف يعني دايما كده في في دماغي حاجه انه مش دايما لازم اوصل للنهايه بس على الاقل ابقى حاولت ابقى نلت شرف المحاوله يعني. شيء جميل جدا يعني من خلال ايه بقى الطريقه كده كل واحد فعلا من خلال دايره تاثيره هقدر اثر في طلبه فهاثر فيهم اطفال صغيرين فهاثر فيهم من واقع من جوه البيت من بره يعني هي الدايره وبتوسع مع الوقت وبتوسع مع يعني مع مع وسعنا احنا كمان احنا كل ما بنكبر كل ما بتبقى دايره تاثيرنا اكبر صحيح. ف... صحيح. أنا سعيد جدا بيكم بصراحة <تضحكي> <applause> آه للأسف وقتنا جري بسرعة خلوني أشكر ضيوفي الكرام أحمد زعتر قائد فريق جائزة هول برايس جامعة القاهرة وآيه صالح عضو الفريق بشكركم شكرا جزيلا عشان نطمن على بكرة عشان نطمن على شبابنا على طموحهم على آه حماسهم علشان حبهم لبلدهم أو نموذج زي الفل ويعني آه المصريين كتير اللي بيحبوا بلدهم وبيعملوا حاجة لبلدهم. خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني نشوف أسعار والسلع التموينية في محافظة الجيزة ودي هتبقى آخر فاقرين النهارده في مصر جميلة يلا